السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. مرحبا بكم متابعي إبداع التطريز مع مريم. إذا كنتمنى إن شاء الله أن هذا الفيديو هذا يعجبكم وتعجبكم هذا الرشمة هذه ديال الجلابة، خصوصا البنات اللي كيوجدوا الجلابة هكا ديال الرمضان، وكنتمنى أن هذا الفيديو هذا يلقاكم في صحة جيدة. إذا دائما احنا في سلسلة ديال الجلالب ديال رمضان، إن شاء الله نحاول ما أمكن هذه رشمة جديدة. يعني غادي تشوفوا دائما احنا غادي نحاول ما امكن نغيروا النمط ديال الرشيم ديالنا القديم. اذا هذه هي الرشيمه، واش كتبان لكم هنا مزيان اولا لا؟ نحاول ما امكن. اذا هنا هذا غادي يكون السطوق، اذا ان شاء الله غادي نكملوا الرشيم. هاني هنا زديت الدوفات ديال القدام ديال الجلابه، وحتى من ناحيه الرشيم هذا وجدته على الفيزلين لاليت اللي غادي نقلل عليه الرشمه الاساسيه. وهنا درت فيه الكربون، درته من التحت ودرته هنايا من سميتو، حيت دائما التوب ديال الكريب اللي كتبغي ترشمي ليها الرشمه ديالو، الا رشمتي الدوفه الاولى وتبغي تضغطي على التوب يعني كتخرج لك دائما الرشمه كتكون عوده. اذا هنا هذه الرشمه هذه فيها جوج شكيلات، عندنا هذا الشكل هذا تقريبا فيه 15 سنتيم، وفيه هذه النجيمه هذه اللي نفسها خدمت بها في الفيديو اللي نزلت لكم اليوم في الصباح. اذا هذه هي الطريقه بالنسبه للاخت اللي طلبت مني باش ننزل لها الرشمه. ومن بعد كندير هذا في الرشمه اللي خدمت اللي نزلت لكم في الصباح، كندير في هادو كندير فيهم الشكل ديال البريد. هذه لا خدمتها غير هاد الشكل، هاد الشكل هذا. هنا غتبان لكم الرشمه احسن، تزيد نمشي باش نكمل. هذا راه ثبتو بالفنيدات، وبالنسبه للاخوات اللي كيصيفطوا ليا الرشمات ديال هما تواب مطروزين مشريين مطروزين، تبقاو يقولوا نزلينا دروس عليهم و ورينا الثمن باش كيتخدموا. اصلا الثوب كيتشرى ب 200 درهم، يعني الثوب ديال مليفان رومو كتاخديه بديك 3600 3400، يعني حدو 200 درهم ثوب ونفس الوقت مطروز. انا كنطلب من البنات دائما هذوك الرشيم ديال دوك الاثواب المطرزه يتجنبوهم ما يخدموهمش، لانهم ديال الكمبيوتر، لان غتمشي تدوزها في الكمبيوتر بثمن اقل. هذا لان لكم هما موجدين الرشيم ديال هذاك الرشيم، نفس الرشيم موجدين كيخرج رخيص، انما باش انت تجيبي الرشمه ديالك انتيا وتعطيها لمول الكمبيوتر تقولي خرج لي بحال هذه في الطرزه، كيحسبها لك غالي دوبل، لان خصي قدها خصي وجدها باش يخرجها لك. يا اما كتعزلي دوك اللي عنده هو في اليوسبي اللي عنده هو متوفر، الا غتخرج الرشمه ديالك يخرجها لك غالي. هذا هو الفرق ما بين الطرز ديال الكمبيوتر. انا كاع التوابت اللي فيهم رشمات مطروزين بالكمبيوتر باش ننزل عليهم دروس، وباش ما كنخدمهمش نهائيا، كنخدمهمش يعني ملي ما بقيتش كنخدم الخياط ما كنخدمهمش، ما كنطلبوش عندي بزاف باش ننزل عليهم دروس. اغلبيه دابا ديال الكليان كيطلب لك يقول لك حنا بينا رشمه تكون مغايره. اذا هانتي كتشوفي الرشمه هذه غير سلطه رقيقه، هاد الرشمه هذه هاد الجلابه هذه غتخدم بالرنده، هي رشمه رقيقه ونفس الرشيم غادي نحطوه في الكمام. هنا غادي نخدمو لون على لون، يعني ما غاديش ندخل فيه حتى لون، يعني كل واحد والذوق ديالو، كل واحد الطريقه اللي الشكل اللي كيعجبو في الطرز. هنا غنحيد الفناتي باش نمشيو ان شاء الله للخدمه. وهاد اللون الغامق هذا بلو مارين، خصوصا هاد الخيط هذا ضروري غادي ندير ليه الخيط ديال الخياطه، غادي ندير ليه المغلوق، ما غاديش نخدم بالخيط ديال السرجي. اذا نحيد الخيط وغادي هذا هو اللون باش غادي نخدمه، هذا هو اللون ديالو.
دابا غادي نحاول نوجد الماكينه باش هكا نخدم ونصور لكم الطريقه باش خدمتها ان شاء الله. اذا هنا راني درت الخيط وهنا درت فيه الخيط ديال الخياطه في اللون ديال الثوب. اذا اول حاجه غادي نبداو بسم الله. كما كتلاحظوا الطريقه باش غنخدم هادو غنخدمهم رقاق وهادو غنخدمهم عامرين باش يكون ليا تغيير في الرشمه، يجيش ليا الرشمه تكون نفس العبار ديال العراد في جميع الاشكال ديال الدرس. نخدمو هاد النجمة هادي غادي غنخدم على شاب ما غاديش ندير لها الرويس هذا اللي فات.
والشكل ديال هاد السلتة هادي ديال الجلابة. بالنسبة للطريقة ديال التنبت، هادي الطريقة باش غادي تنبت. غادي هاد البلاصة هادي يا إما نعمروها بالعقيق ديال المهرس في هاد ما بين هادو، أو لا نديرو فيها داك العقيق ديال النفار وتكون حجرة، يعني غتكون هادي على شكل بحال غتكون بحال بروشة ما بين شوية ديال الزخرفة ديال الطرز. إذا كنتمنى إن شاء الله أن هاد الطرزة هادي أو هاد الشكل هذا ينال إعجاب ديالكم. دائما في سلسلة ديال الجلابة ديال رمضان. لنا اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله، ولا تنسوا دائما أنني أحبكم في الله.